ما حدش يقدر يتدخل في شغلي مهما كان، مش هقبل الكلام ده، ودي وده وده معروف يعني، همشي على طول. انا كنت هقول لك، طب هرد عليه بقى من غير ما تساله السؤال. انا في انديه قلت قبل كده الكلام ده مش هعمل فيها شرط جزائي، من الزمالك ليه؟ وانا قلت الكلام ده للناس اللي كانت بتكلمني، انت عاوز تمشيني في اي وقت مشيني، انا راجل مشيت وحش مشيني، مش عاجبك التشكيل بتاعي مشيني، انا ما عجبنيش اي حاجه من اي نوع تدخل كلمه، انت همشي واسيبك. مش الشرط الجزائي اللي هيجبرني ان انا اقعد، ولا الشرط الجزائي اللي انا اخليه يجبر النادي ان هو يقعدني، يعني انا يبقى ليا شرط جزائي فانا عمال النادي عمال يضايقني وانا عمال اضايقه عشان اخد شرط جزائي وامشي، انا مش شايف ان دي، فدي تقلق الانديه الكبيره.